قدر يطلع منها الانفراروج محبوس هون. كثير عندي ايميسيون انفراروج بقلبها، وهالايميسيون انفراروج بقلب البيت البلاستيكي بيضلوا محبوس، وبتصير درجة الحرارة هون تمبراتور بقلب البيت البلاستيكي التمبراتور بتعلى. اوكي عمليا لكن عمليا بالتالي انا شو عم بصير في عندي هون؟ ايميسيون انفراروج عم نجمع عن الريشوفمون باليرو الموصلي او الايميسيون من الاجسام. بالتالي هل بدأ يصير في عندي ديكاز بيحبسوا الانفراروج؟ هل الكاز عم يحبسوا الانفراروج؟ عم بصير في عندي ارتفاع لدرجة حرارة الاتموسفير. اللي كذا كان بيت مصير كابت لريون مو انفراروج نيكوليسي كان ريون منتين لتر او شو بروفوكون لفيد الفعل لفيد الفعل لانه هل خطيط هيدي بتحبس لريون مو انفراروج الامي انو كونتاكتون دي كذا افيد الفعل بياج ترو دو شالور دون الاتموسفير بروفوكون انو كونتاكتون دي طوبية تموين. وان هذا الفينومين هو ناتوريال ضروري، يعني ضروري يكون في عندي انا بقلب الاتموسفير غازات افيد الفعل تحبس لي كمية من الإشعاعات. ولكن المشكلة وين بتكمن؟ تكمن المشكلة ما بتزيد النسبة عن المطلوب، بتزيد كمية الغازات عن المطلوب. بهالحالة هيدي عم بصير عندي كمية شرارة كمية حرارة أكبر عم تنحبس بقلب الأتموسفير التيرس، وهذا الشيء بيطلع عنه بالطبيعي ارتفاع بدرجة حرارة الأرض، وهذا الشيء اللي عم هلا عم نحكي عنه هلا وعم نعمله. لكن إفيد الثير عملية أنا عندي بقلب الأتموسفير دي كذا إفيد الثير. وهني البرسنتاج تبعهم ليميتي ولكنهم كثير فعالين افيكاس وهن اسانسيال صار اسانسيال لكان. اوكي هن لكان اسانسيال بمجموعة افرتين نيفو التوبر التركي فيتال بور لفيتور تعب قلنا قبل انه هل ضروريين كتير رح تكون في عندي امكانية للحياة لكوكب الارض وفي عندي درجة حارة معتدلة طبيعة الحال. فعمليا شو بالقصتون هاي القصتون مثل في قدر مثلا في عندي كابستيل تكتور بسوند شالور الفي طب البارتي دو ريون مون فولير ترابيرسون الاتموسفيري اكثر بيبر في قدر يدوتر كذا افيد الثير او مونتون افيد تمبراتور دو لير. هذا الشيء عم بيصير لكن عم بيصير في عندي انا كمية من الحرارة اللي عم تطلع ايمي من السرفاس من الاجسام الحية من السرفاس وغيره عم تنحبس بقلب هالسي او دو هيدا وعم تؤدي لارتفاع بدرجة حرارة الارض. هذا الشيء ضروري عم نقول ضروري هذا الشيء، ولكن المشكلة انا بزيد كم السي او دو وغيره من الكاز افيد الثير بشكل كبير. هذا الشيء بيؤدي كيف بتدرج الحراره يورون موثولير نرجع بعدنا بالحكي غير طبيعي يورون موثولير التينيون للسرفاس دو لاتير الاف تمبراتور. اوكي هيدي للسرفاس شوف في ايمي اورون مو ترميك تحكي له كنا على فكره هذا الاتموسفير يوم بارتي تلتي ابسور بيت بارتي كذا في دكتور اريميت على السرفاس بار كونسيكون لا شالور اون بروني اوغمونت تمبراتور دو لاتموسفير انتي كو للسرفاس دو لاتير. يعني هذه شو الحديث هون عمليا بكل بساطة أنا حكيناها قبل كمان اللي هي بنرجع على رسمتنا البسيطة الصغيرة اللي هون هذه الأرض هون أوكي تير هذه التير وهل الإشعاعات الشمسية شمسنا أوكي عم يجي منا أشعة عم تطلع على الأرض الأشعة هذه هون أوكي عم تعمل لي عم تزيد لي الحرارة هذه التير كوكب الأرض مش حرارة تير أوكي هلا هذا مثلا هون عم في اشوف موصل في عندي بقلب هالتير هيدي عم تعمل هالتير هون ايميسيون اوكي ايميسيون لانفراروج انفراروج. هلا هون كذا افيد الثير بقلب الاتموسفير دخلنا غايمه هي افيد الثير فابتور دو تستوديو نفس المبدا. يعني هلا شو بيعمل بيابسوربسيون لهالانفراروج بيرجع بيعمل بيرجع بيرد لي قصه منه صاب الارض انفراروج عم بيرد لي اياها من الاتموسفير صاب الارض. فشو صار عندي انا؟ طبعا عندي هالانفراروج هالاشعاعات الحراريه هيدي محبوسه بين الاتموسفير بين الغاز بين الهواء بالاتموسفير قلب الهواء بالاتموسفير يعني وبين سطح الارض. هالشيء عم بيؤدي انه يترفع درجه حراره الارض. هيدي هي اللي كانت تقول لك هالور هي تفورم دي انفراروج يعني اوبر ضني اوبر تمبراتور الاتموسفير في كاسوفا دوك مدى التمبراتور اطر نمر في كان لكن ارتفاع درجه الحراره اوف ابر في الاتموسفير تيجي هون كل تفاصيل لوطون للشجر. انتبهوا هلا هون هي عملية مدام بلشت انا افوت بثيكل انه عم برفع درجة حرارة الارض شو عم بصير في عندي انا؟ اذا ارتفعت درجة حرارة الارض عم بصير في عندي تبخر اكتر والاجدوذو فابردو هو كمان غاز افيد الثير. اذا انا عم برفع درجة حرارة الارض عمليا وعم بخر اكتر بصير عندي افابردو اذا عم بصير في عندي كمية فابردو اكتر اذا كمية غاز افيد الثير اكتر وعم بيزيد عندي ارتفاع درجة الحرارة مثلا. فلهيدي هيدا مثلا على الموضوع بس في كتير حالات هالارتفاع بدرجة حرارة الأرض عم يعمل خلق لي هالفيدباك لوب اللي عم بيرجع يؤدي لارتفاع إضافي بكمية الكاز افيد الثير يلي بدورة
عم بتأدي لارتفاع أكثر درجة حرارة الأرض، أو حتى عم بيأدي لعوامل أخرى مثل ذوبان الجليد مثلا اللي بيخفف عملية الريفلكسيون، يعني أشعة الشمس عم تطلع على الأرض جزء كبير منها عم يرفلكس شيء بخفره مع الريفلكسيون من خلال الثلج الموجود على القطبين أو الموجود بالبحار حتى أو الموجود على الجبال أكثر شيء بالبحار والقطبين. لما بدوب هالثلج هيدا كمية الإنرجي السولار الريفلكس شيء عم بتقل، وبالتالي الأرض عم تعمل أبسوربسيون لكمية أكبر من الإنرجي السولار. وهذا الشيء عم يفوتني كمان عن جديد بفيدباك لوب جديد، لانه انا صار عندي كميه انرجي اكثر عم تجي تطلعني على الارض، الارض عم تشرب في اكثر، هالشيء مو اكثر الارض عم بيؤدي لانبعاثات حراريه اعلى، وعندي غاز افيد ثاني انا اعلى عم بيحطوا لي كميه حراره اعلى، بقى اثر بالسيكل ما بيخلص، وبالتالي عم بالغ بالازمه، عم تزيد الازمه، لان الازمه عم تغذي حالها، عمليه هالازمه هي المشكله هي عم تغذي حالها بحالها وعم تكبر وتكبر تاليا. هلا شو الأسباب اللي هي مسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة عملية الجوفمون بلانيتير أو شانجمون كليماتيك؟ عمليا أنا في أول سبب وأشهر سبب وحكينا عنه هو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعمليا الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون مصدرها الرئيسي هو الكومبوستيبل فوسيل. كومبوستيبل الفوسيل هن فحم الحشري النفط والغاز الطبيعي طبيعة الحال، لكن الفحم هو كان المصدر الرئيسي هلا خف بنتيجة الاتفاقيات الدولية، ولكن بعده الكومبوستيبل الفوسيل يعني بأنواعه المختلفة هو السبب الرئيسي للموضوع ارتفاع درجات حرارة الأرض. اوكي، لكن اي مثل الدكسيد الكربون بروفينون دي كومبوستيبل الفوسيل سنترال الكتريك ان كومبستيون اد لا كومبستيون دو ليسونس بور لو ترانسبورت. مثل حالة لا شو ما كان نوع استعمال هالكومبوستيبل فوسيل، شو ما كان نوع استعماله، سواء كنا عم نحكي عن كومبوستيبل فوسيل مستخدمين بموضوع انتاج الطاقة الكهربائية او مستخدمين بموضوع مثل موضوع اللي هو شو في غير انتاج النقل، موضوع التنقلات مثلا، موضوع التنقلات اللي بيستهلك كتير كمية هائلة من الكومبوستيبل فوسيل، كما سواء عن السيارات او الطيارات او البواسط نقل على انواعه، يعني اللي يحتاج كمية كتير كبيرة من الكومبوستيبل الفوسيل. وطبيعة الحال الصناعات كمان في انواع عديدة من الصناعات تستهلك كمان بدها طاقة حرارية، وبالتالي بتستهلك كمان الكومبوستيبل الفوسيل. بالنهاية اذا كان شو ما كان سببه، الاميسيون للدكسيد الكربون الناتج عن الكومبوستيبل الفوسيل هو المصدر الرئيسي للغازات الدفيئة تحديدا ثاني اكسيد الكربون CO2. مثل حالة نوتو ديبوندونس كرواسون الكتريستي دي سنترال الكتريك وقبطي الفوسيل اللي بيرد دي نورمال تيلو اللي فيدو كربون طول الاتموسفير شاكلو دي بيو دون بيو دو جاجي. طب اتحال انها عم بقول انه كمية الدوائد الكهربائية عم بتزيد تدريجيا، وبالتالي استهلاك الكهرباء عم بيزيد كمان. عم بقول لك ان جاجيني دوائد كهربائية نون بلو مارش هي اسان صور دي انرجي الالتناتيف جنراليتين وصم فورتو مونتريبيتر دي كومبستيون دي كومبستيبل فوسيل ونطر الالمونتاسيون الكتريك بيرسونال الكوميرسيين. عمليا عنا صار نعتبرنا حاليا بعالم معتمد فيها في على الكهرباء بشكل كتير كبير، والدوائر الكهربائية عم بتزيد أكثر وأكثر، وبالتالي حاجتنا للطاقة الكهربائية عم بتزيد أكثر وأكثر، والطاقة الكهربائية بطبيعة الحال عم تنتج بغالبيتها من الكومبوستيبل فوسيل. في محلات تانية حول العالم عم بتستخدم أشياء طاقة بديلة مثل الطاقة النووية أو الطاقة الإنرجي رينوفلابل مثل الهواء والماء وغيره، ولكن بعد الكومبوستيبل فوسيل بعد الكومبوستيبل هي مصدر رئيسي للطاقة الكهربائية حول العالم. بعد ذلك كان بعد الكومبوستيبل الفوسيل كان مصدر رئيسي للطاقة الكهربائية حول العالم، وبالتالي استهلاك هالكومبوستيبل الفوسيل هول لإنتاج الطاقة بيؤدي لتلوث كبير بطبيعة الحال بالأتموسفير، زيادة ثاني أكسيد الكربون بيؤدي للأتموسفير يلي عم بيؤدي بدوره لارتفاع معدلات الحرارة على سطح الكرة الأرضية. أوكي، بطبيعة الحال موضوع شبيه فيه هو النقل كمان، زيادة عدد البشر وبزيادة كمان الحاجة لوسائل النقل عم تؤدي كمان زيادة استهلاك الكومبوستيبل الفوسيل لموضوع النقل، يعني سواء كان النقل البري بتاع يكون على الفواتير استهلاك الكومبوستيبل الفوسيل كمان موضوع مثل النقل بالسيارات او خاصة الطيارات حاليا مع الكورونا حركة الطيران تقريبا